علي انظر ابنتك. ماما جابت ولد. ماذا حدث يا علي؟ رزقني الله بالولد. الحمد لله، مبارك يا علي. خذ يا علي، خذ هذا الكيس واذهب إلى دارك. ولكن لا عليك، اذهب أنت وابنتك، فأهل بيتك في انتظار عودتك. بارك الله فيك يا سيدي وجزاك خير الجزاء. هيا يا علي، هيا لا تضيع الوقت، أهل بيتك في انتظارك على أحر من الجمر. هيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم لطفك يا رحمن يا رحيم، اللهم لطفك يا رب. ولد سوء، أنا قلت هذا، ولد سوء. علي، البقاء لله يا علي. من يا قطان؟ أم ولدك السوء. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. صبرا صبرا يا علي. شمس الدين، أسكت الناحات، كنا يعبرنا عن الفجيعة. أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك ما شئت. لم تسميه حتى الآن يا أبي. هو أحمد، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني. علي، كيف يا رجل تترك طفلين صغيرين وحدهم؟ وماذا أفعل بالله عليك وأنا كما تعلم غير ميسور الحال؟ لولا عقلك ذلك الحجري لما حملت كل هذه الأحجار فوق رأسك الحجري. حمل الأحجار في الدنيا أهون من عذاب النار. لا أحد ممن حولك يصدق أنك كنت قاضيا في يوم من الأيام، ولا أحد من هؤلاء يصدق أن السلطان المؤيد والأتابكي والأغا يرسلون العبادة إلى القاضي ومعهم رسائل فيها الحكم المسبق، وأن السلطان عزلني لأنني رفضت أن أحكم بما أرسل، وقلت له الحكم بما أنزل الله لا بما أرسل السلطان. علي، حالتك تستلزم الزواج فورا. يا سيدي، من تلك التي ترضى بمثلي؟ إيه،
إن وجدتها دلني عليها. أين أبوك؟ في المهجر. أبلغيه بأنه لم يدفع جباية الميت حتى الآن. أمرك يا سيدي. هيا. جباية الميت. الميت هكذا قال الأغا لابنتي، يأخذون الجباية عن الميت. لا أحد يدري إلى أي نهاية يقودنا هؤلاء المماليك. وكم تبلغ جباية الميت هذه؟ لا أعرف، ولكني سأدفعها وإلا سجنت. هذا والله عين الظلم. إلى أين يا قطان؟ سأعود إلى داري. اجلس يا رجل، ألا يروق لك طعامي؟ كان الله في عونك يا علي. أيقظ ابنتك وأطعمها، ولا تنسى المولود الشؤم. لا لا لا، لا تقل عنه هكذا يا قطان. لما؟ لقد ولد في سنة شؤم، ومنذ جاء والمصائب تتوالى تباعا. صدقني يا علي، أنا أجيد حساب الفلك والنجوم، هذا ولد النحس. كذب المنجمون ولو صدقوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فحذاري حذاري يا شمس الدين يا قطان أن تتمادى في ذلك. لكل امرئ ما يفكر فيه. إلا ما نهانا عنه ديننا، الرضا بالنواهي والامتثال لأمر الله ورسوله من أسس عقيدتنا. انتبه انتبه لطعامك، ولا داعي للرغي الآن. بإذنك يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحبتك السلامة. الدوار يعاودني بين الحين والآخر. هيا عد إلى دارك وستصلك أجرتك كما هي غير منقوصة. لا، أنا لا أرضى بهذا. وأنا لا أرضى بعذابك هكذا. هيا قم انهض.
ما لك تنظر إلي هكذا؟ من لا يرحم لا يرحم. أين زكي الدين الخروبي؟ شفاك الله وعافاك يا علي. المماليك لا يعرفون الرحمة. كدت أموت اليوم أكثر من مرة، والأغا لا هم له إلا إكمال داره. لكني لا أخفيك سرا، لا أصدق أن الأغا لم يعطي أجوركم للخروبي. الخروبي لا يكذب يا قطان. اسمع يا قطان. أحضر لك طبيبا؟ لا 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 يا قطان لا. اسمع، افتح هذا الصندوق، ستجد هناك كيسا من النقود، خذه يا قطان. هذا الكيس به 1000 دينار، هي غاية ما أملك. احتفظ به يا قطان. ولكني يا قطان، أنت آمن الناس على أبنائي، إذا حدث لي أي شيء. اطمئن اطمئن، أبناؤك هم أبنائي يا علي. الدوام لله، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا حدث؟ الدوام لله. من؟ علي بن العسقلاني. الطفلان مسكينان مسكينان. علي رحمه الله جاء بمفرده من عسقلانة إلى مصر. من عسقلانة إلى مصر؟ نعم. وما العمل إذن؟ نرسل بخبرهما إلى السلطان ربما. لا يا قطان، إن المؤيد لا يفكر إلا في جمع المال من الفلاحين وأرباب الحرف، أما تربية اليتامى فهذا أمر لا يهمه. لو أن عليا رحمه الله ترك مالا، لكنه يا للأسف. شمس الدين القطان كان أقرب الناس لعلي، وأظنك ستقوم على رعاية أولاده. ولكنك ماذا يا قطان؟ أنا غير ميسور الحال، ولا أستطيع تربية كفى لا تكمل. سأقوم بتربية أبناء علي. كيف تفعل هذا؟ يا زبيدة، أليس في القاهرة غيرك؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فأما اليتيم فلا تقهر، ويقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أنا لا أستطيع، بل لا أحتمل تربيتهما، يكفيني ولدي محي الدين. يا زبيدة،
اسمع يا زكي الدين، إن أصررت على بقائهما هنا فسوف أعود لدار أبي. عودي إلى دار أبيك إن شئت. ما هذا؟ أتفضلهما على زوجتك؟ يا زبيدة، يا أم محي الدين، لا تغلقي أمامنا أبواب الخير. أبواب الخير؟ نعم يا زبيدة، أبواب الخير. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: عليه الصلاة والسلام، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فلا تعطي للشيطان فرصة. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وخذيها معك إلى الداخل. هيا أمام من هنا. السلام عليكم يا محمودي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه 1000 دينار جمعتها بعرقي وكدي. ولكن لماذا التجارة؟ لأن التجارة فيها كل الخير، والتجارة شطارة. ليس في زماننا هذا. أتدري ما أدفعه في اليوم الواحد حتى لا يغلق هذا الحانوت بأمر الأغى؟ كم؟ 3 دنانير كل يوم. أجل، أهي جباية؟ جباية، إنها فريضة بأمر الأغى. ولماذا تدفعها من حر مالك؟ تدفعها بدلا مني؟ لا، يدفعها كل مشتري. كيف؟ ضعف السم. ولكن أبلغ الأغا أنك ستدفع له 5 دنانير في اليوم الواحد بدلا من 3 على أن يترك لك أمر تحديد الأسعار. فكرة رائعة، بل أكثر من رائعة. هذا طعامك يا محي الدين، وهذا طعامك. لدي لكي أضيع. ماذا تريدان؟ نريد يا جناب الأغا ألا تردنا أنا وشريكي خائبين. وأنت؟ أنا رهن إشارة سيدي الأغا، فقط عيونك. لا دخل لك بعيوني. مر ألا ترد هليتنا. افعل ما شئتما. سيصلك مثل هذا في مطلع كل هلال. كل ما نبغيه هو رضاك وأن تغمض عيني الأتابكي. لا دخل لك بالأتابكي، إنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بأمري. ما هذا؟ ألم تلتهي بعد من كنز الدار؟ هيا يدها الكسول. هيا السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبي. يا أحمد، ستذهب إلى الكتاب مع محي الدين. Thank you.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم، هذه آيات صعبة، كيف حفظتها وأنت لم تدخل الكتاب بعد؟ ما سمعت شيئا ونسيته، والشيخ زكي الدين الخروبي يرتل القرآن ليلا فأسمعه وأحفظه. أأنت محيي الدين ولده؟ لا، أنا محيي الدين، أما هذا فهو خادمنا. اقترب يا محيي الدين، هل تحفظ بعض آيات القرآن مثله؟ لا. خادمك إذن أفضل منك. هكذا قال لك؟ نعم. سترى بعينيك الآن ما سيحدث له. أحمد، أحمد، يا أحمد، أنت يد الحجر. أمرك يا سيدتي. ماذا حدث لك؟ هل أصبت بالسمم؟ أيفضلك الشيخ الشامي على سيدك محي الدين؟ اقترب، اقترب لتحملنا على سيدك. هيا خذنا على سيدك لتغسله. قبلنا على سيدك قبل أن تغسلها. هيا قبل. ممتحنان فقط اليوم. أين الممتحن الأول؟ قم يا أحمد حتى يراك شيوخك. ما اسمك؟ أحمد بن علي بن محمد العسقلاني. أما كان لديك أفضل من هذا لترتدي؟ اسمعني شيئا من شعر يقفى بالباب. شعر؟ ألا تحفظ الأشعار؟ عفوا يا شيخي، لقد جئت من أجل لأمور الفقه فقط. قل له يا أحمد ما يريد. يبدو أنه لا يحفظ من الشعر شيئا. أين الممتحن الثاني؟ انتظر، إنه يحفظ الكثير من الشعر. أسمعنا يا أحمد. هيا أسمعني. أسكت ولا تنطق، فأنت خياب
كلك ذو عيب وأنت عياب. من تقصد بهذا؟ إنه شعر ابن الأعرابي. إنني لا أقصد. بل تقصد الإساءة إلي. والله يا إخواني ما قصدت الإساءة إلي، ولكنني لم أستحضر غير هذا البيت المقفى بالباء. لا، لن أجيزه أبدا. أعطي للرجل فرصة يا أخي. رجل؟ أتنعت هذا برجل؟ لو علمت أمره وسمعت حديثه لقربته منك. اهدأ يا أخي وتدبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. عليه الصلاة والسلام. صدقني، هذا الشاب حفظ القرآن الكريم بأكمله وبالقراءات السبع وهو لم يزل في الثامنة. لكنه وقح. اكظم غيظك، اعف عن زلة لسان. زلة لسان؟ سأجعله يعتذر لك ويقبل رأسك إن أحببت، ولكن استمع إلي. أنا من رأي ابن جماعة، ولا تنس أنه أجابك عما طلبت. ضيعتني معك يا ابن حجر. لا تخف، لا تخف يا برموي، ها هم عادوا لامتحانك. أين أحمد العسقلاني؟ اعتذر للشيخ البلقيني. أقسمت بالله إنني لم أقصد الإساءة. انظر، إنه لا يريد الاعتذار. تلميذك وقح. هدئ من روعك يا شيخ. سأمتحنه، وكن لي ثقة بأنه لن يرد. حدثني يا صاحب الثياب المرقعة عن الفقه الشافعي. دعاة الحق أنصار الجهاد، رجال عاهدوا رب العباد. دعاة الحق أنصار الجهاد، رجال عاهدوا رب العباد. فكانوا قلب رجل واحد، تفرق نبضه بين البلاد. دعاة الحق أنصار الجهاد، رجال عاهدوا رب العباد. الله الله نصر الحق ما بخلوا بجهد، وما وهنوا إذا ما الظلم ساد. هل أدركت الآن سعة حفظه ومدى علمه وقدرته على؟ لكنه يهتم بالحديث دون العلوم الأخرى. عصرنا الآن يحتاج لعلماء الحديث. السلطان المؤيد له نظرة. وهل ستؤيد المؤيد كما فعل العلماء؟ دعونا من المؤيد الآن وهيا نتحدث. البلقيني لا يريد إجازة أحمد. ما أظنك ستفعل هذا.
ولكن هذا ظلم بين. الشاب أجابك وكشف ما خفي عنا، يجب أن تعترف بذلك. ألم يذكر الأحاديث بأسانيدها؟ ألم يذكر ما لا نعرف عن علم الرجال؟ السلطان المؤيد يأخذ بالقرآن، أما الأحاديث دعك من المؤيد الآن. الجدران الصماء في عهد المماليك تستمع لكل شيء، ليس لأحد مهما كان أن يخوض في أمور الدين دون علم. أرجوك أن تصمت. تتحدثون عن ظلم المماليك والخوف يملأ قلوبكم، ولا أحد فيكم يفكر في مناهضة هذا الظلم. أنسيتم قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أرجوك يا ابن جماعة، نحن ضعفاء. كن قويا بالله. أحمد الذي امتحناه الآن اختار أبوه أن يرفع الحجر فوق رأسه، ورفض أن يسير في ركب ظلم المماليك. من منكما فعل هذا؟ من منكما يترك منصب القضاء ليرفع الحجر؟ أنهي هذا الأمر. وافق على إجازته للتدريس، لكن في مساجد صعيد مصر. وأنا أرفض هذا. إذن فقد سحبت إجازتي. انتظر يا بلقيني، نريد أن ننهي هذا الأمر. ابن جماعة لا يريد ذلك. أنا أبغي الحق. أحمد بن علي العسقلاني سيكون شيخ المدرسة البيبرسية. غير معقول، المدرسة البيبرسية. نعم يا محي الدين. وأنت؟ الشيخ البلقيني أضاع الوقت كله في نقاش ابن حجر، بعدما أعلن إجازته أرجى امتحاني ليوم آخر. خادمي أنا أصبح شيخا للمدرسة البيبرسية. يا للعجب، يا لها من سعادة تغمرني. أنت لا تدري يا أحمد كم أنا سعيد الآن، كأنك حصاد نبت زرعته بيدي. هنيئا لك يا ابن الحبيب. والله يا عماه، إن اللسان يعجز عن الإتيان بكلمات الشكر. لا تقل هذا، فإني ما أديت إليك إلا القليل. القليل؟ تسمي هذا القليل؟ يكفي ما فعلته لأختي، كنت كأبيها يوم تزوجت. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار؟ جزاك الله عنا خيرا يا عماه. وأنت يا ولدي جزاك الله خيرا، لأنك عوضتني عن محي الدين. كنت أعده ليكون عالما، سميته محي الدين إذ به يميت الدين في قلبه. ابن حجر في دارنا. محي الدين اسمه أحمد. وهل يؤذيني أن أبي كان يرفع الحجر على عاتقه كي لا يظلم أحدا؟ إن محي الدين يرفع من شأني كلما ناداني بابن حجر. يا أدب، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هذا؟ أجننت يا امرأة؟
هذا لكي لا يعود إلى دارنا مرة أخرى. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. أنت أحمد بن علي؟ نعم أنا. لماذا لم تدفع جبايات الإجازة؟ أتأخذون جباية على الإجازة؟ هذا أمر السلطان. لكنني علمت أنكم ستأخذون مني ربع راتبي. جباية الإجازة أولا. هيا لا تقف هكذا أمام جناب الأغا. هيا أحضر بيعة دينار. ماذا؟ أحضر لكم 100 دينار؟ أليس معك 100 دينار؟ والله لو كان معي 100 دينار لتصدقت بنصفها. فتشوا الدار. هيا. ما هذا؟ أهكذا تنتهك حرمات البيوت؟ جناب الأغا، إن بطش ربك لشديد. جناب الأغا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيها الجنود هيا انصرف. هيا. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. السلام عليكم يا خطان. أهلا 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 أهلا. أرحبا يا خروبي. أهلا 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 أهلا. بكم تبيع الحنطة؟ نعم. بكم تبيع الحنطة؟ بدينارين فقط. دينارين يا قطان؟ أنت أدرى الناس بالجباية التي ندفعها كل يوم. والله وأقسم بالله. إياك والحلف عند البيع يا قطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. ما هذا؟ ما هذا الذي ترتديه يا قطان؟ اللهم لا حسد. هل أعجبتك؟ عندي منها سلاد. حرير؟ حرير يا قطان؟ نعم. ألم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير؟ يا رجل يا رجل، هل من آية واحدة تنهى عن لبس الحرير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، قيل على لسانه الكثير والكثير. هذا جهل منك. الشيخ البلقيني سئل في هذا وبماذا أجاب؟ ذكر أن القرآن الكريم به كل شيء. أنا معك، هذا كلام طيب، لكن التجارة أفضل. دعك من التجارة التي تنسيك الآخرة، وهيا هيا معي. إلى أين يا خروبي؟ إلى أين؟ سنستمع إلى أحمد بن علي العسقلاني. أحمد؟ أحمد بن علي؟ علي العسقلاني الذي؟ نعم. ولده السؤم أصبح شيخا. لا لا لا، اذهب 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 أنت إن شئت، أما أنا فت تجارة. يا قطان، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هيا معي، هيا معي إلى مجلس العلم. تأخذ العلم عن رجل شؤم
لا لا، اذهب اذهب انت ان شئت. ألا تأخذ الحنطة؟ الحنطة انتظر سأتي معك. هيا لا تغلق الحانوت حتى أعود. يا قطان، أنت آمن الناس على أبنائي. إذا حدث لي أي شيء. اطمئن، أبناؤك هم أبنائي يا علي، هم أبنائي يا علي. الولد الشؤم أصبح فقيها. الولد الشؤم أصبح فقيها. يقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: عليه الصلاة والسلام، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فحاجتنا إلى علوم السنة كحاجتنا إلى القرآن وأحكامه وآياته. ذلك أن الناظر إلى القرآن الكريم المتدبر لآياته وأحكامه يعرف أنه لا غنى عن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والسلام. هذا كلام ما سمعناه من قبل. علماء عصرنا وافقوا رأي المؤيد، ومن اعترض كان اعتراضه سرا. ألا تخشى على نفسك يا شيخنا؟ رب العزة تبارك وتعالى يقول في محكم آياته: وإياي فارهبون. صدق الله العظيم. أيها الحشد الكريم، إنني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وإنني أرى في القرآن الكريم وآياته وجوب اتباع سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه واحدة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه أخرى. وكثيرة هي الشواهد يا إخوان، فكيف لنا أن نتركها؟ وإلا فليخبرني المؤيد ومن مشى في دربه، لماذا يصلي المغرب 3 ركعات فقط؟ هذا ما كنت تريده يا ابن جماعة؟ ها هي الناس تترك مجالسنا وتذهب لسماع تلميذك الأغر ابن حجر. هذا لنبوغه. نبوغه؟ نعم، الناس التفت حوله لأنه يعلمهم أمور دينهم. ونحن أكنا نعلمهم أمور أديان أخرى؟ يا أخي، واجه نفسك بالحقيقة ولو مرة واحدة في حياتك. الحقيقة؟ نعم، اعترف أنك منذ 20 سنة أو يزيد لم تخرج بدروسك من عتبة الحمام. لا حديث لك إلا فقه الطهارة والوضوء، وأنا مثلك كنت أحدثهم عن عذاب القبر والآخرة. لم يفكر أحدنا في الحديث عن أوضاع الناس، عن أوجاعهم، وأغفلنا أن الدين دنيا وآخرة. لذلك فروا من مجالسنا وذهبوا إلى ذلك الشاب الذي يتحدث بلغتهم. لا لا، أنت تبالغ يا ابن جماعة. اشتهار أمري بين الناس إنما يعود لمهاجمته السلطان. يا أخي، واجه نفسك بالحقيقة ولو مرة واحدة في حياتك.
الحقيقة؟ نعم، اعترف أنك منذ 20 سنة أو يزيد لم تخرج بدروسك من عتبة الحمام. لا حديث لك إلا فقه الطهارة والوضوء، وأنا مثلك، كنت أحدثهم عن عذاب القبر والآخرة. لم يفكر أحدنا في الحديث عن أوضاع الناس، عن أوجاعهم، وأغفلنا أن الدين دنيا وآخرة. لذلك فروا من مجالسنا وذهبوا إلى ذلك الشاب الذي يتحدث بلغتهم. لا لا، أنت تبالغ يا ابن جماعة. اشتهار أمري بين الناس إنما يعود لمهاجمته السلطان. خادمي، خادمي أصبح يرتدي أفخر الثياب ويتنقل من مكان إلى مكان وكأنه من الأمراء. لماذا تذكرني به كلما جئت إليك؟ ألست قرين علمه؟ وأنت أيضا كنت معنا في طريق العلم. أنا لم يكن باستطاعتي أن أواصل طريق العلم مع هذا الخادم. اعمل برماوي، برماوي يا رفيق العمر، لا أحد يستطيع أن يهدم هذا الحجري إلا أنت. خذ ما شئت من المال، ولكن يجب أن تنهي أمر ابن حجر. كيف؟ فكر، لابد وأن يعود للعمل هناك، لابد وأن يقبل نعلي. هذا سيريحني. الأمر ليس سهلا. سأعطيك كل ما تريد، لكن ابدأ، ابدأ الآن. كيف؟ ألم تخبرني بأن الشيخ البلقيني يكرهك؟ الشيخ البلقيني، هذا أول الخيط. حسنا، رائع جدا، اذهب إليه، ضع يدك في يدي، لابد وأن يعود للعمل هنا. هذا كتاب الجامع الصحيح المسند عن أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أفضل الصلاة والسلام، وعن سنته وأيامه لأبي عبد الله البخاري. أحفظه يا ولدي عن ظهر قلب. وأنا أيضا يا شيخي أحفظه برجاله، ولكنني في الحقيقة فكرت في حال الأمة وما يحدث بين الناس من فرقة، فأعدت قراءة الكتاب ووجدت أنه يحتاج لاستنباط ما يناسب زماننا. كيف؟ سأقوم إن شاء الله بشرح الأحاديث النبوية التي أوردها البخاري في صحيحه، وسأعرض كذلك للأحكام الفقهية التي يمكن استنباطها. كأنك تريد السير في طريق مليء بالأشواك. نعم، إنني أعلم ذلك جيدا. تشرح كل الأحاديث وتستنبط منها الأحكام الفقهية، وأوافق أيضا يا شيخنا بين النصوص التي تبدو متعارضة. المماليك قتلوا الدين في قلوب الناس، وأنا لنا أن نحييهم في قلوبهم من جديد. عندما جلست أتأمل حال الأمة وجدت أن الفرقة بين الناس إنما وراءها أصحاب مصالح السلطان المؤيد الذي أشاع بينهم مسألة الأخذ بكتاب الله فقط، وهو بذلك إنما أراد أن يدعم الفرقة بينهم.
وهكذا تضيع الأيام بيننا في جدال وتعصب. هذه حقيقة مرة. يجب أن نوحد صف الأمة، ولن يحدث ذلك إلا بالعودة للدين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أخاف عليك من أفكارك. فالله خير حافظا. اتفقنا. قلت لي ما اسمه؟ اسمه أحمد بن علي ابن محمد العسقلاني. العسقلاني وليس المصري. تقول إنه يعارضنا؟ نعم يا مولاي نعم. جناب الأغا، أين عيونك؟ هو لم يتلفظ بكلمة تسيء إليك يا مولاي، وإلا حبسناه وقتلناه. همك جمع المال فقط. من أجلسه على كرسي المدرسة الببرسية؟ ابن جماعة. يرفض، يفصل من عمله. ومن أيضا؟ ألم يجزه ثلاثة من العلماء على الأقل؟ ولكن من بينهم. ارفضوا الثلاثة. أما العسقلاني فيرفض ويمنع من الصلاة بالناس. لعنة الله عليك. لم يخطر ببالي رد فعل المؤيد. تسببت في خراب داري. سأشفع لك عند المؤيد كي يعيدك. ومن أنت لكي تقابله مرة أخرى؟ أنسيت أنني أنا سبب هذا اللقاء، وأنني رتبت له مع جناب الأغا؟ معذرة يا شيخي البلقيني، لقد استبدلني المؤيد بك. ماذا؟ استبدل من بمن؟ لقد فوجئت بهذا القرار ولم يكن بوسعي الرفض. اغرب عن وجهي، اغرب أيها التافع الحقير. لا تنسى مقامي الآن يا بلقيني. مقامك؟ انتظر. هذا هو مقامك. الويل لك يا بلقيني. الويل لك. أدار اللعبة لصالحه وخسرت أنا كل شيء. هكذا تسير الأمور؟ كلمة واحدة تغتال العدل؟ أية بشاعة ظلم هذه؟ اهدأ اهدأ يا أحمد يا ولدي. ما زلت ألهث في طريق العلم يا عماه، فإذا بي أفاجأ بذئب يوقفني. كيف؟ كيف يا عماه يسير الذئب في طريق النور؟ كيف؟ الحلم عند الغضب يا أحمد. ألم يقرأ ذلك المؤيد قول الله عز وجل؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وما للظالمين من نصير. لقد ضربوا صدري بحوافر الخيل. قتلوني يا عماه، قتلوني وأنا أخرج من بين تراب الأرض أتطلع إلى نور الشمس. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ هل أني قلت الحق؟ هل أني دافعت عن سنة النبي؟ حياة العلماء محفوفة بالشدة. تذكر يا ولدي أحمد بن حنبل والشافعية وابن تيمية وغيرهم. لماذا أحتمل كل هذا؟ لماذا يسلب حقي؟ أتريد العودة إلى ما كنت فيه؟ أجبني. اذهب إلى المؤيد وقبل يده وأنشده قصيدة مدح، ثم مزق هذا الكتاب
وألقي بالبخاري ومسلم وابن حنبل. كل الملأ لا مكان للحديث بينكم. وصف هؤلاء العظام بأنهم مجانين لأنهم أفذوا أعمارهم في البحث عن سنة النبي. ثم اذهب إلى قبر أبيك وعاتب لأنه فضل حمل الحجر على القضاء. كفاك يا عباه، كفاك. لا تجعل يا ولدي من ذل الاحتياج سيفا يقتلك. كلامك يا عماه يداوي الجروح ويجعلني صلبا. استعن على دنياك بهذا يا ولدي. أرجوك لا تراكم ديوني، سوف أبحث لي عن عمل أقتات منه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. عندما خلع حذاءه رأيت قدمه المتشققة. متشققة؟ ضاع البلقين وابن حجر أيضا. وابن حجر أيضا. برماوي، إيه؟ الخطة لم تكتمل بعد. كيف وقد؟ غايتي هي أن يعمل عندي، أفهمت؟ لماذا تكرهه بهذا الشكل؟ أكرهه كلمة الكره أقل بكثير مما يجول بداخلي. لقد استولى على حب أبي. كم من مرة ضربت بسببه، كم من مرة منعت المال لأجله. أحمد يحفظ القرآن وأنت تتلعثم في الفاتحة. رحمة يا أبي، رحمة. الرحمة الرحمة ليست لأمثالك. خروبي، دعه يا خروبي، هذا ولدنا الوحيد. دلعك يفسد ولدك. انجديني يا أمه. كفى كفى، هاتي هذه العصا. ما هذه؟ أتشاهداني سيدكما وهو يضرب؟ سويدة، سويدة، ابتعدي بعيدا. تعال يا ولدي، تعال، تعال يا أحمد. بارك الله فيك يا ولدي. هل أدركت الآن لماذا أكره ابن حجر؟ لماذا أبغضه وأتمنى إذلاله وموته؟ نعم نعم، أدركت ذلك. والآن هل ستكمل معي الخطة أم؟ سأكملها، ولكن يجب أن تعلم أني أنك ماذا؟ أحتاج للمال. فبيت الشيخ المشايخ البرماوي يجب ألا يكون بهذا الحال. حسنا، سأعطيك كل ما تحتاج. بكم تصلح النعل يا هذا؟ بدرهم واحد. إذا خذ هذا وأصلحه لي. يخيل إلي أني أعرفك. أنت؟ نعم، أنت أحمد بن علي العسقلاني، لقد حضرت لك درسا، ألست أنت؟ إذا كنت تريد إصلاح نعلك بدرهم واحد فأعطيه لي. أجبني أولا، أنت أحمد؟ ابن حجر. إذا أنت؟ ما الذي تريده مني هذا؟ أريد أن أعرف كيف لعالم مثلك
أن يصبح إسكافيا. عندما نحيا في عصر تختلط فيه الأمور وتصبح الرذيلة هي الفضيلة والوضيع هو الشريف النبيل، عندما يصدح بالفتوى الجاهل ويبطر لسان الحق، ليس بغريب بعدها يصبح العالم إسكافيا، والإسكافي هو العالم. لا لا، لن أدعك لهذا مهما حدث. اتركني أيها الرجل، اتركني أصلح النعال. بل ستأتي معي وستعمل بالتجارة. لست أهلا لها. ولست أهلا لهذا. قم انهض أيها العالم الجليل. ها، هل أصلحت نعلي؟ سأفعل إن شاء الله. لا، لن يفعل. هذه نعلك؟ أجل. اذهب به إلى الإسكافي. ومن يكون هذا الرجل؟ هذا عالم عصرنا، أحمد بن علي العسقلاني. ابن حجر. ابن حجر أصبح من أرباب الحرف. ابن حجر سيترك هذا وسيأتي معي. ها؟ والجباية من يدفعها؟ ماذا؟ أتأخذون جباية من الإسكافي؟ نصف ربحك فقط. ألا لعنة الله على الظالمين. أخزاك الله ولعنك. ارجع يا رجل، ارجع. لا لا لا، اتركوهم أيها الناس، انتظروا، اتركوهم اتركوهم. تذكروا قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اهدأوا اهدأوا واتركوهم، اتركوهم ينصرفوا. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فاتركوهم اتركوهم ينصرفوا، عسى أن يتوبوا أو ينتقم الله منهم. هيا هيا يا جناب الأغا، أخرج أنت ورجالك من السوق. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هذا كثير إلى هذه الدرجة؟ فليسمح لي مولاي السلطان بالقبض عليه وإعدامه أمام أهل السوق. لا مولاي، إنه أريد مقابلته. مولاي، لن أعيد الكلمة مرة أخرى يا جناب الأغا. ماذا تقول؟ ماذا مجنون أنت يعمل عندنا؟ فلنلتمس البركة في مثل هذا الرجل الصالح. أه؟ ومن أدراك بصلاحه؟ لقد استمعت له وعرفت ما لم أكن أعرفه، وأيقنت كيف يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأيقنت أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. محمودي، نحن شركاء منذ زمن بعيد، عليك استشارتي قبل أن تحدثه في هذا الأمر. ظننت أنك لن ترفض، ولا سيما قد بلغني أنك كنت صديق أبي. شتان شتان بين الاثنين، إنك تتحامل على الشاب بلا داعي. من الآخر، أنا لا أريده هنا. قطان، لن أتراجع عما اتفقت عليه مع العسقلاني. وإن رفضت؟ راجع نفسك يا قطان. إنك تضع ما بيننا على حافة سكين من أجل هذا الشؤم. أحببته في الله، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى عن رب العزة: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. لك تكرر الأحاديث مع أن المؤيد. فليقل المؤيد ما يشاء. والعلماء وما يقولون؟ ليس بعلماء، لقد باعوا كل شيء من أجل الدنيا وزينتها،
ولو أن المؤيد أنكر الصلاة أو الصوم أو الزكاة لأيدوه وبايعوه. هم ليسوا بعلماء يا قطان، لأن العلماء الحق هم الذين يتدبرون قول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونحن نعيش عصر الفتنة يا قطان. هذه معضلة لا يتحدث فيها أمثالك من التجار. إنك مسحور بكلام ابن حجر، مع أنه ما زال يحبو في دنيا العلم. ما أظلمنا نحن البشر. إذا أصررت على عمل ابن حجر عندنا فسيكون الفراق بيني وبينك. فليكن بهذه السهولة. أنا لي أن أطهر تجارتي. تطهر تجارتك؟ أنسيت أن أفكاري أنا هي التي جعلتك من أكبر تجار مصر كلها. لن نتفق بعد اليوم يا قطان. يدفعك كلام ابن حجر لحمل الجمر بين يديك؟ ابن حجر ذكرني بما أنسانيه الشيطان وأنا بدوري أذكرك. إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تذكر يا قطان، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هاي أما قريب سأسمع عن الشيخ المحمودي الذي كان تاجرا للغلال ثم ترك التجارة وذهب مع المجاذيب. ديننا لم يقل هذا يا قطان. تعلم أنت أمور دينك من ابن حجر هذا، أما أنا فأعرفها أكثر منك ومن هذا. مفترق طريق بيننا يا قطان. خاسر أنت، ستدرك ذلك فيما بعد. لن أسكت على هذا الظلم. أتتحدث عن الظلم الآن يا بلقيني لأنه مسك؟ أي برود هذا الذي أصابك؟ ألا تتحرك؟ ألا تعترض؟ ألا تثور؟ عندما تحل بي مصيبة أنظر إلى نفسي. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما الذي اقترفته أنا كي يعزلني المؤيد؟ أنا لا ألعب الميسر ولا أشرب الخمر ولا آكل الربا. الأمور تختلط في ذهنك يا بلقيني. ليس من الضروري أن تقترف مثل هذه المهلكات، ولكن ربما لذنب صغير يحبط عملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. هل عملت بهذه التوصية؟ لم أعمل بها، وكان جزاء العزل. فما الذي اقترفته أنت؟ يوما ما سمعت بأذني من يتطاول على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أعترض ولم أنصرف حينئذ، ومن يومها وأنا أنتظر عقاب الله. هذا حديث من يعيشون في التكايا. عبث كل ما في عقلك يا ابن جماعة. أتتركني وترحل؟ فلتأتي معي إن شئت. هل أنت ذاهب إلى السلطان؟
لم يزل عقلك يعمل. لن آتي معك. هذا خنون وضعف واستكانة. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه؟ تفضل تفضل يا أحمد، هذا حانوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وهذه دفاتر تجارتي، أريدك أن تراجعها بإذن الله. أعلم أنها مليئة بالأخطاء الشرعية، تلك التي أوقعني فيها شريكي شمس الدين القطان، ولكني عازم بإذن الله على ترك هذا كله. للأسف شمس الدين القطان جرفك لماء راكد نجس. أخرجني منه وطهرني. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعلم الله بما في قلبي. فليكن قانون العمل هنا ثلاثة أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الأول فهو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. سأترك ما أشك فيه وآخذ بما لا أشك فيه. أما الحديث الثاني فهو لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. فهمت القصد. أما الحديث الثالث فيقول صلوات الله وسلامه عليه: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا رجل انصرف إلى عملك. راقبوه حتى يخرج ويعود إلى داره، فإذا هم بالدخول اقبضوا عليه. هيا تحرك. هيا هيا. نكتة مضحكة أريد أخرى. اثنان من طلاب العلم دخل على الشيخ البلقيني ليمتحنهما، فسأل الأول عن اسمه فقال طه، فطلب منه الشيخ البلقيني أن يرتل طه من أولها. فلما جاء الدور على الآخر فسأله عن اسمه فقال ياسين، ولكن ينادونني بكوثر. لم أكن أعرف أنك خفيف الظل بهذا الشكل يا برماوي. نعم نعم. الشيخ البلقيني يتطلع إلى مقابلة مولانا السلطان المؤيد. الشيخ البلقيني. ليتنا تحدثنا عن ألف ألف دينار. لو فعلنا ذلك ما أتت إلينا كالشيخ البلقيني. دعه يدخل. مولاي السلطان، إنه لا يريد إلا العودة إلى ما كان عليه، وهذا معناه أن العبد لله سيصبح في خبر كان. في خبر كان. اطمئن، سنجعلك اسم كان وليس الخبر. هل أدخله يا مولاي؟ لا، أعطيه 100 دينار واصرف. أمرك مولاي. ألم يأتي العسقلاني بعد؟ جناب الأغا ذهب لإحضاره بنفسه يا مولاي السلطان. العسقلاني يأتي إلى هنا؟ أيقصد مولاي ابن حجر أم غيره؟ لا تفكر في هذا الأمر يا برماوي، وأسمعني نكتة أخرى فأنا أريد أن أضحك. وأنا سأضحكك يا مولاي. كان هناك وفي تلك اللحظة الحاسمة
اقبضوا علي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا؟ المؤيد يريد لقاءه؟ هذا أمر غريب. سألته عن سر ذلك ولكنه رفض الجواب. ظننت أن المؤيد سيأمر بحبسه خاصة بعدما حدث في السوق. قلبي غير مطمئن، لذا جئت من القلعة إليك مباشرة. لكنك تقول إنك أصبحت أقرب الناس للمؤيد. هذا صحيح، لكن المماليك لا أمان لهم. إنه أبي. أستأذنك الآن. من هذا؟ هذا إنه أحد الأصدقاء. الأصدقاء؟ ولماذا خرج مسرعا؟ ألا تلاحظ أنك أصبحت كثير السؤال؟ كثير السؤال؟ أي زمن عجيب هذا الذي نعيشه. لا يصح لأمثالك أن يدخلوا على السلطان ليلا. أسمعت يا ابن حجر؟ ستؤنسني طوال الليل. ربي إني مغلوب فانتصر، ربي إني مغلوب فانتصر، ربي إني مغلوب فانتصر. الخروبي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. متى حدث ذلك؟ ابنه أخبرني بأنه يستيقظ لصلاة الفجر كعادته. اللهم لا حسد. فلما دخلت عليه زوجته اكتشفت أنه مات. سبحان من له الدوام. أين كاتبه؟ لا أدري ما الذي أخره. لا تدري ما الذي أخره؟ طمعه فيه، طمعه هو الذي أخره. يقولون إنك تعامله معاملة كما لو أنه صاحب الحانوت. من الذي أبلغك؟ لا بلغني فقط. قل لي يا محمودين، من أين لك لكل هذه البضاعة؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ألا تخشى يا رجل من جند الأغا أنهم لو رأوا هذه البضاعة سيأخذونها منك؟ أنا بلغت، اللهم فاشها بإذنك. ترى ما الذي أخرك إلى هذا الوقت يا ابن حجر؟ أطلق سراحة، فبعتدت أن أحاور الناس وسيفي فوق رقابهم. أتحب أن تبدأ أنت أم أبدأ أنا؟ لا طبعا، فليبدأ مولانا السلطان. اخلص. ها
حديث العلماء لا يقاطعه الجهلاء. هيا ابدأ أنت بما يدعوك للاختلاف معي. يا مولاي السلطان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ويقول أيضا صلوات الله وسلامه عليه: من أهان السلطان أهانه الله. ولكن بلغني أنك تعارضني. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنت يا مولاي تخوض في أمور لا تفقهها. أنا أعلم منك بأمور الدين. أنا الإمام، أنا حجة الإسلام. إذن اتق الله فينا يا مولاي، فنحن منك وبك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. حسبك حديثي عن السنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لقد امتلأت الكتب بالأحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردنا منع وقوع الفتنة، وهذا عين عمل السلطان، الأمن والأمان. لكنك تحز أحشاء الإسلام بخنجر سام. كيف؟ السنة النبوية الشريفة يا مولاي متممة وشارحة ومفسرة للقرآن الكريم. وقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا حق، ما فرط الله سبحانه وتعالى في كتابه من شيء. ولقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله أحكامه وأوامره ونواهيه، ولقد فرض الله تعالى على المؤمنين طاعة الرسول، إذ يقول سبحانه وتعالى في محكم آياته: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول أيضا جل من قائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. ولقد اتفق أهل العلم يا مولاي على أن الكتاب هو القرآن الكريم، أما الحكمة فهي السنة النبوية الشريفة. لقد قرأت آلاف الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن يكون من بينها ما هو مدسوس. علماء الحديث يا مولاي وضعوا شروطا قاسية في علم الرجال، واتفقوا فيما بينهم على الصحيح والضعيف والموضوع، فلما الخلاف؟ الأمر واضح يا مولاي السلطان، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وخلافات الصحابة؟ ليس لك أن تخوض في مثل هذا الحديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي. من جرحك هكذا؟ كرباج الأغى الذي تطلقه على أجساد العباد. أنا أمرتك بهذا؟ مولاي السلطان. أجب، أمرتك بهذا؟ لا مولاي. لقد عزلتك من الآن. أيكفيك هذا؟ لا. أتريد سجنة؟ لا يا مولاي. ماذا تريد إذن؟ أريد ميزان العدل يا مولاي.
عليك هذا العبء؟ كيف يا مولاي؟ العدل يعني القضاء، فلتكن القاضي. مولاي إنك تهدم أركان الدولة. لن تستقيم دولتي إلا بالإسلام. غريب هذا الذي أنصت إليه، فأين إذن المكوس والجباية والسجون؟ أو تدري يا مولاي أن بطون الناس خاوية؟ أو تدري أن عشرات الأيدي تتقاسم الرغيف الواحد؟ سمعت عن قهر الجوع؟ عن الشحاذين في طرقات مصر؟ أو تدري أن الأرض تخرج منها الديدان ولا تزرع؟ ولما لا تزرع؟ لأن الماء يباع في أرض النيل. الماء يباع، كيف تطلب مني أن أحكم وأن أقضي بين العباد ورجالك يقود خطاهم إبليس؟ لا لا يا مولاي لا، انسحابك هو اغتراب عن الحلال. سيأتي العدل حين تمسك بيديك بميزانه. مولاي لا تعصي تكاليف الإمام، ولكن عندي بعض الشروط. أتشترط على السلطان؟ لماذا تقف هكذا؟ ألم أعزلك من جميع مناصبك؟ مولاي السلطان، هيا عد إلى دارك. مولاي قلت لك هيا هيا. كل شروطك مجابة يا أحمد، فلتعرفها أولا يا مولاي. لجام العدل في يدك، فافعل ما شئت، ورجالي هم من الرعية. ألمست هذه شروطك؟ ثمة شرط آخر. ما هو؟ أن تبطل فتنة التشكيك في سنة الرسول. لقد أعطيتك لجام العدل، فأطلق لفرسه العنان، ولكن حذاري أن يفلت منك الزمام. يا أهالي القاهرة، يا أهالي القاهرة العامرة، من لديه مغنية فليذهب إلى بيت القاضي أحمد بن علي العسقلاني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هل أصلح السلطان عن عدله؟ عاش السلطان المؤيد، عاش السلطان المؤيد، عاش نصير العدل، عاش نصير العدل، عاش السلطان المؤيد. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. هنيئا يا خير الرجال، ويا فخر الإسلام، ويا نور العدل. أهلكتنا يا رجل. كيف تقول ما ليس فينا؟ هذا تواضع منك، ولكن ربما يمرضه الغرور، والغرور عادة يبدأ بإطراء الناس ومدحهم. لذا فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عليه الصلاة والسلام، عندما سمع رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح قال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. هذا صحيح، فما تفرعن الفرعون وما طغى الطواغيط إلا بأقوام مدحوا أفعالهم. ولكنك يا أحمد، يا رجل قلت لك من قبل التواضع يمرضه الغرور، والغرور عادة يبدأ بإطراء الناس ومدحهم. تفضل. ما هذا؟ عندما أخبروني أنك على الباب حمدت الله كثيرا، وقلت لنفسي: ها قد جاء ليريحني من عذابات الضمير. لا أفهم. أمران هما لك عندي. الأول أنك أعطيتني البارحة أجر يومنا هذا، وهو قد عاد إليك الآن. أما الثاني فإنني عاهدتك على الذهاب إلى حانوتك هذا الصباح، ولكن منعني سجن الأغا
ولقاء السلطان. وسبحانه وتعالى يقول في محكم آياته: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم، ما رأيت مثلك يا ابن الرجل الذي حمل الحجر فوق كتفه ليتقي الشبهات، ولكني والله ما جئت من أجل هذا أو ذاك. أعرف يا محمودي، أعرف أنك جئت مهنئا ومخبرا. لأي شيء؟ زكي الدين الخروبي. أين هو؟ إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إنا لله وإنا إليه راجعون. مات أبي مرة أخرى، دفن بعد صلاة الظهر، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يبدو أنك كنت في حضرة السلطان وقتها. فضل كبير منعني عنه لقاء السلطان. قيراطان مثل أحد. نعم نعم يا محمودي. أهذا حديث صحيح؟ أورده البخاري في صحيحه ورواه أبو هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. ذكرت هذا الحديث لشمس الدين القطان أثناء الجنازة فأخبرني أنه حديث موضوع لا أصل له. كيف وقد ذكره البخاري في صحيحه؟ كتاب الجامع الصحيح للبخاري أصبح مهجورا لا يقرأه أحد، وحفاظه قلة. هذا سوس ينخر في الأمة. لقد حركني هذا الوجع إلى إنجاز عمل كبير أرجو من الله أن أنتهي منه في القريب العاجل. هيا بنا يا محمودي. إلى أين؟ نذهب إن شاء الله إلى أخي محي الدين، نواسيه ونشد من أسره. هيا هيا إلى العمل، هيا أسرع، هيا يا كسلان، هيا يا لوغات، هيا. الآن فقط جئتني معزيا، كنت أظنك أنك ستقف بجواري وتتقبل العزاء في أبي، لكنك لم تكن ضمن المودعين ولا المواسين. أبوك مات، انتهى أمره، خرج من حلبة الصراع، أما نحن ما زلنا نقاوم الأعاصير، نشعر بلهيب النيران. أبوك يا محي الدين انتقل لعالم الراحة. ثمة ما تخفيه علي؟ بل ثمة ما لا تعرفه. ماذا حدث؟ ابن حجر أصبح قاضيا بأمر من السلطان. ماذا؟ أحقا ما قلت؟ وما ذنبي أنا؟ ألم تقل لي إن السلطان أصبح كالخاتم في إصبعك تحركه كيفما تشاء؟ أنا قلت ذلك؟ مولاي السلطان كالخاتم؟ أجننت؟ نعم قلت لي هذا. محي الدين، دعنا من العراك والغضب وهيا نفكر فيما هو آت. أخبرني بما قاله لك السلطان. عندما ذهبت إلى القلعة أخبروني بأن السلطان غادرها إلى الإسكندرية. الإسكندرية؟ أجل، معنى ذلك؟ نفذ الأمر وأصبح ابن حجر قاضيا. سنذهب معا
إلى الإسكندرية. ولماذا لا ننتظر حتى يعود السلطان؟ برماوي، لن يغلق لي جفن وهذا الحجري جالس على كرسي القضاء. حقا رضي عني مولاي السلطان وأعادني لجميع مناصبي. لو كنت ذكيا لفهمت أني لم أعزلك في الصباح. لقد طردتني في الصباح يا مولاي إرضاء لابن حجر. ها، إرضاء لابن حجر، هذا هو مقصدي. ما حدث لك في السوق يا جناب الأغا يحمل معاني كثيرة؟ الناس غاضبة منا، لا تخافنا، نيران بداخلهم تتفجر، مخزون الغضب بداخلهم سيندفع في لحظة واحدة. متى؟ ها؟ بمجرد إثارتهم ولو بشيء تافه. فكان لزاما علي أن أتدارك الموقف. السيف يا مولاي، القوة ترهب القلوب الضعيفة. السياسة حكمة. معاوية قال: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعت، وأنا الآن بيني وبين الناس شعرة جذبوها بقوة، علي أن أتركها لهم كي لا تنقطع. ما الذي يريده مولانا السلطان؟ الناس تحب ابن حجر ربما أكثر مني، وهم بلا شك يحبون من يحبه. أخبره بما حدث في شوارع القاهرة لحظة إعلان المرسوم بعزله. هتف الناس بحياة مولانا السلطان، وهذا هو المراد، لا أكثر ولا أقل. ولكن ابن حجر، قرار سياسي بموجبه سأملك أفئدة الناس مرة أخرى. وأنا يا مولاي؟ الناس تكره أفعالك وتكرهني بسببك، لذا وجب عزلك. مولاي لقد عزلتك في العلن، وفي الخفاء أنت الأغى. ولماذا يا مولاي؟ أمرت الحراس أن يخبروا البرماوي بأنك سافرت إلى الإسكندرية. لأن البرماوي ستكون له مهمة كبيرة، ولكن فيما بعد. سافر إلى الإسكندرية لمقابلة السلطان. الإسكندرية؟ ولماذا يقابل السلطان؟ البقاء لله يا أماه. قولي اللهم اغفر لأبي محي الدين وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه. يظن نفسه شيخ الإسلام فيدعو لزوجي. وفر دعاك لنفسك يا ابن حجر. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لها، فهي لا تعرف أن الدعاء هو العبادة. هيا بنا. حفيت أقدامي على السلطان المؤيد ولا أثر له هنا. لا أظنه غادر القاهرة، ولكن الحراس أخبروني. كذبوك القول يا برماوي، هم يدركون منزلتي عند السلطان. السلطان هو الذي طلب منهم فعل ذلك. ها؟ كيف؟ أنصت لصوت العقل. المؤيد لا يريد لقاءك الآن كي لا تحدثه في أمر ابن حجر. ما عدت أفهم أقوالك. السلطان لا يريد لقاءك، وفي نفس الوقت لا يريد غضبك، لأنه يحبك.
نعم نعم، السلطان يحبني. لذلك فكر في الهروب منك. السلطان يهرب مني؟ هيا هيا نعود إلى قاهرة المعز مرة أخرى، فلا جدوى من البقاء هنا. هيا. يا رجلي. يطلبك للنزول أمامه؟ لا أدري لماذا. المجنون سيفقد رجال الدولة هيبتهم. ماذا قال السلطان؟ قال لي اذهب إليه. اذهب إليه. كأنه يريد التخلص منا بطريقة جديدة. أخاف من العقل الحجري لابن حجر أن يصيبني بسوء. لا تخف، إن فعل ذلك حقا فلا مناص من مخالفة أمر السلطان. تقدم جناب الأتابكية. أتعرف هذا الرجل؟ لا. كيف لا تعرفني وقد اشتريت مني أرضا بخمسين ألفا؟ أنت صك البيع معي والشهود خارج دار القضاء. ماذا يريد مني؟ يريد منك الباقي، باقي ثمن الأرض. لقد دفعت له الثمن كاملا. بل دفعت لي نصف الثمن، وقبل أن يحل موعد النصف الآخر طبقت عليه وأودعتني السجن. أنت كاذب. رجال السجن شهدوا على ذلك، وجيران الرجل أيضا. إنها مؤامرة، مؤامرة للنيل مني. لم أطلبك للمسؤول أمامي إلا بعد أن تأكدت من إدانتك. لقد حققت وأحكمت التهمة ولم تنصت لي. هذا هو العدل أيها القاضي؟ أنا الذي أسأل لا أنت. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة؟ ألم تفكر في هذا الحديث النبوي الشريف يوم ألقيت بهذا الرجل في نيران؟ لا لشيء إلا أنه أوصاك بالعدل من فوق منبر في صعيد مصر، وجاءك الخبر فقررت إحراقه. ألم أقل إنها مؤامرة؟ أدخلت شحنة غلال إلى مصر وأرغمت التجار على شرائها ومنعتهم شراء الغلال من الفلاحين. هذه الغلال لم تكن تخصني وحدي. قولك هذا يحمل الاعتراف. أغلق هذا الباب أيها القاضي، فأنت غير قادر على صد ما وراءه من رياح. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنا لا أستطيع الدفاع عن نفسي، لأن دفاعي سيفشي بعض الأسرار التي تتعلق بمولانا السلطان. لو أنك رفضت الإتيان ببينة تثبت بها براءة ساحتك فإننا مضطرون إلى سجنك وتطبيق حدود الله عليك. لست مصاً ولا إنك من المفسدين في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لقد تجاوزت المدى يا ابن حجر. مولاي، لقد قلت لي بالحرف الواحد: امتطي فرس العدل وافعل ما تشاء. واشترطت أنا عليك أن يكون رجالك أمامي كباقي الرعية. حدث ذلك حقا، ولكنك لم تحدثني عن خاصة رجالي. خاصة رجالك؟ للسلطان آلاف الرجال، لكن ثمة رجال منهم هم الخاصة، كالأتابكي الذي استدعيته للتحقيق. إن كنت تبغي الحق بالفعل فاعزل هذا الأتابكي. لست أنت الذي تقرر؟ مولاي، أنا القاضي وأنا السلطان.
مرجعك يجب أن يكون الكتاب والسنة. لن نتفق يا أحمد. لك أن تعزلني. أعزلك؟ يا لك من ذكي. انتهى اللقاء. أرجو أن يعفيني مولاي السلطان من منصب القضاء. أتهددني؟ حاشا لله يا مولاي، كيف لي وأنا العبد الفقير أن أهدد مولاي السلطان؟ خيالك المريض يصور لك أني لا أستطيع الاستغناء عنك، مع أني قادر على الإتيان بمن هو أفضل منك ليجلس على كرسي القضاء. ليتك تفعل هذا. عميد الكابي أيها الحراس. أمرك يا مولاي. جناب الأغا، أريد لقاء البرماوي. أمر مولاي. تفضل تفضل. ما زلت في المقدمة؟ أسميتها هادي الساري. انظر، لقد أسميت نفسي ابن حجر، فهذا فخر لي على عكس ما يظنه البعض. يبدو أن كتابك هذا فتح الباري. سأتوقف عند هذه المقدمة. كيف؟ القضاء أخذك من العلم. أحمد يا ولدي، إن أردت النصيحة فابتعد عن القضاء. أحاول أن أفعل ذلك. كثيرون هم الذين يصلحون لمنصب القضاء، أما هذا فلا يقدر عليه إلا ابن حجر كما أسميت نفسك. وعقلك هذا الذي يمتلئ بقضايا التجار والفجار أولى به أن يصرف إلى ما ينفع البشرية ويبقى ما بقيت الإنسانية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لبيك يا مولاي السلطان. اقترب فأنا أحتاج إليك. وأنا خادمك وإن كنت. لا تحدثني عن شيء الآن مولاي. لماذا رفضت لقائي؟ ولماذا ابن حجر؟ ولماذا؟ قلت لك لا تحدثني في شيء الآن. إنما استدعيتك لتضحكني، لا أكثر ولا أقل. أضحكني يا رجل ودعك من أمور السياسة. أسمعني آخر النكات. سأقول يا مولاي. ألم تسمع حتى الآن آخر نكتة؟ لا. ذلك لأن أذن مولاي ثقيلة. آه لو أنك القاضي. أنا أصلح الناس للقضاء. كيف؟ عندما يأتيني من ادعي الظلم سأقول له اذهب واقرأ عدية ياسين. لو سمعك ابن حجر لقل لك لا شيء في الإسلام اسمه عدية ياسين. أعرف أنه لا شيء في الإسلام اسمه عدية ياسين، ولكن لماذا لا نريح الناس؟ هم يقرؤون ياسين ونحن نقبض باليمين. خفيف الظل. ستسمع مني نكتة بالمقلوب. أسمعني. فلتضحك أولا، أليست نكتة مقلوبة؟ بلى بلى بلى. أتدري يا مولاي ما الفارق بين الأسد والثعبان؟ الأسد والثعبان؟ الواو يا مولاي السلطان، الواو هو الفارق بينهما. اجلس هنا يا رجل، اجلس.
أضحكني أكثر وأكثر. 10,000 دينار. 10,000 دينار، لأنني أريد أن أحتكر تجارة الغلال كلها في مصر. لكنك ذكرت لي أن الخسائر تلاحقك. أنا لا أنكر هذا بسبب ما يعرضه المحمودي من بضائع كثيرة، والحل الوحيد عندي ألا تصله أي بضائع. وكيف السبيل إلى هذا؟ 10,000 دينار سأشتري بها محصول الحنطة من الفلاحين وأقوم بتخزينها عندي، وعندما تشح أتحكم في السوق. فكرة طيبة، لكني لا أملك. محي الدين، والدك رحمه الله كان صديقي، وأنا أعلم جيدا أن عنده الكثير والكثير. ثم إنني لا أطلب منك قرضا، أنا أطلب منك المشاركة. لا بأس، سأشاركك. تفضل تفضل يا أخي، ولكن كيف لي أن آخذ ما لا حق لي فيه؟ لقد وضعت لي منهاجا للعمل، وبسببه نمت أموالي وتضاعفت تجارتي. لقد أرشدتك لما أمرنا الله به والرسول. النصيحة بين المسلمين واجبة بل لازمة، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقوله تعالى أيضا وتعاونوا على البر والتقوى، أو الدين النصيحة كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عليه الصلاة والسلام. ولكن لماذا لم تذهب إلى دار القضاء اليوم؟ إنه خلاف بيني وبين المؤيد، لا أريد الخوض فيه الآن. لك ما تشاء، ولكن دعني أسألك عمن يقوم برعايتك هنا. شقيقتي تستأذن زوجها، وبين يوم وآخر تأتي لزيارتي وتقوم على خدمتي. ولكن لماذا لم تتزوج بعد؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وأنا كما تعرف لا مهر عندي. والله إنك أغنى الناس قاطبة يا ابن حجر، يكفي أن القرآن العظيم في صدرك. الحمد لله. إن لي ابنة واحدة تحفظ كتاب الله، وهي ذات دين ونسب وجمال، فإن شئت زوجتك بها. فلتكن الاستخارة أولا. ما رأيك يا مولاي لو وليته قضاء الشام؟ قضاء الشام؟ نعم يا مولاي السلطان. فكرة رائعة، بل أكثر من رائعة. الشام يحتاج لقاض مثلك يا ابن حجر لتحقيق العدل هناك، واترك هنا لقاض آخر. الناس سيهتفون باسمك مرة أخرى يا مولاي، لا سيما وأنك قد جعلته يختار من يخلفه على القضاء هنا. رائع يا جناب الأغا، رائع. هل نستدعيه للقاء يا مولاي؟ نعم، ولكن يجب عليك عدم حضور اللقاء إذ إنك. فهمت يا مولاي، فقد عزلتني أمامه إرضاء له. أنزل الحنطة هنا، هيا. صرنا الآن نملك حنطة السوق كلها، هيا. ما هذا؟ لا يجب إخراج هذه الحنطة قبل 3 شهور. لا، ما الذي تخفيه يا قطان؟ لا شيء. أما علمت أن شحنة للغلال قد وصلت الإسكندرية؟ إنني تريد منافستي
ومن يكون هذا الشاب؟ له شريك محي الدين، محي الدين الخروبي. تريد احتكار الحنطة يا قطان؟ كيف عرفت؟ بلغني أنك تشتري الحنطة من الفلاحين لتخزينها، مع أني كنت أنوي فعل ذلك. لكنك لست تاجرا. لقد أمرت بمصادرة أجولة الحنطة. هذا ظلم. اسكت وإلا ضعنا. يصادر الحنطة ونصمت. قلت لك اسكت. ألا يروق لك هذا أيها الفتى؟ هو لا يقصد. بل أقصد، ولن أصمت على هذا الظلم. يا لك من غبي. فليقطع لسان هذا الفتى. إذا اقترب مني أحدكم فسوف أقتله في الحال. سأقترب منك أنا أيها التافه الأبي. اقتلوه. ماذا فعلت أيها المسجون؟ ماذا فعلت؟ هيا بنا. أنا لا أعرفه، لا أعرفه. اخمضوا على أنا لا أعرفه، لا أعرفه. ماذا قلت يا ابن حجر؟ أيريد السلطان نفي إلى الشام؟ لا، بل ولاية القضاء في الشام. يا مولاي السلطان، هذا نفي مقصود. لا، بل تكليف الإمام لرجل يثق في عدله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. لم يأتني جوابك حتى الآن. مولاي السلطان، للقلوب صدأ كصدأ الحديد، وغاية خوفي أن يصدأ قلبي فينطفئ نور الإيمان ويذهب العلم عني. قلها بغير مواربة. ألا تريد قضاء الشام؟ ولا قضاء مصر. فليكن، سأعفيك من القضاء على أن تعلن على الملأ بأنك اخترت القاضي بنفسك وآثرت التفرغ للعلم. اختيار وهم أم حقيقة؟ أنا لا أخلف وعدي يا ابن حجر. أشر علينا باسم القاضي الجديد. قل من تريد. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. سأعطيك فرصة هذا الليل ونهار الغد. مولاي السلطان المعظم، مولاي السلطان المعظم. ما هذا؟ أنا ما أعزلك من قبل. ثمة مصيبة يا مولاي. ماذا حدث؟ يمكنك الانصراف الآن يا ابن حجر، وموعدنا في الغد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها، ماذا وراك؟ جناب الأتابكي قتل. ماذا؟ وقد اعترف شمس الدين القطان لا بأنه اتفق مع محي الدين الخروبي. لم اعترف. على قتل مولانا السلطان وإثارة الفوضى. هذا كذب. واشتبه في كون جناب الأتابكي أن يكون هو نفسه مولانا السلطان. لن يحدث. فهجما عليه وقتلاه. كذب. لكن جناب الأتابكي نجح في قتل محي الدين. افتراء. بينما حاول شمس الدين القطان الفرار. هذا كذب وافتراء. فأمسكنا به، والأمر الآن بين يدي السلطان. أنت كاذب. اصمت.
اصمت والا قتلتك وغيرت هذه الرسالة. اصمت. لعنكم الله ايها المماليك الظالمة. هيا هيا فمولانا السلطان ينتظرنا. دعي دعي هيا هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا وقت عندي لسماع كلمات العتاب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تمنعني دخول دارك وأنت أهل للكرم؟ تفضل أيها القاضي. تلميذك أحمد بن علي العسقلاني هو الذي يقف أمامك الآن. ما الذي تريده؟ كلفني السلطان بأمر فلم أجد أقدر منك عليه. أي أمر هذا؟ القضاء. ماذا؟ لقد خلعت عباءة القضاء ولم أجد أعلم منك بأحكام كتاب الله. ولكن ربما السلطان ترك لي أمر الاختيار. ولماذا لم تفكر في ابن جماعة؟ لقد عرضت عليه بالفعل ولكنه أبى. يأبى منصب القضاء؟ ابن جماعة يجد سعادته في تدريس علوم الدين داخل أروقة الأزهر. اجلس اجلس يا أحمد، تفضل. قل لي لماذا تركت القضاء؟ لأني أقوم بعملين كبيرين في آن واحد. أخبرني ابن جماعة بأنك تقوم بشرح صحيح البخاري في كتاب ضخم أسميته فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وفي نفس الوقت أكتب الإصابة في تمييز الصحابة. تذكر فيه أعلام الصحابة أليس كذلك؟ بل أذكر جميع الصحابة رضوان الله عليهم. جميع الصحابة؟ هذا عمل شاق. ثم من هو الصحابي عندك؟ الصحابي هو كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، وإن لم يجالس أو يخالط. وقد قمت بحصرهم على حروف المعجم. هذا عمل جد صعب، لا يمكن لرجل واحد أن يقوم به. من أحب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أنجز ما هو أصعب من ذلك. مشفق أنا عليك. لم أجد ما هو أصعب من القضاء. ألم يقل النبي صلوات الله وسلامه عليه: يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يقض بين اثنين في طمرة. كفاك يا أحمد كفاك، يا من أشعلت جزوة الدين في قلوب الناس بشهاب من نور. ما رأيك لو لقبتك بشهاب الدين وكنيتك بأبي الفضل؟ أبو الفضل وشهاب الدين؟ إنك صاحب فضل لا ينقطع، ترد بالخير على من يسيء إليك، وعلمك كالشهاب المضيء. لشيخ البلقيني الحق في فعل ما يشاء. كل حروف الأبجدية لا تكفيني عند الاعتذار لك. إنما المؤمنون إخوة، أنا لا أحتاج الاعتذار. عطان انظر، هذا ماء غلي على النار ساعة. لا لا
آيات من التعذيب ستراها، فاعترف بما ذكرناه. اعترف اعترف اعترف. القطان ومحي الدين، هذا ما أشيع في المدينة، ولكن لا أظن أبدا أن القطان أو محي الدين يتآمران على السلطان. الناس تردد ذلك، ويقولون أيضا إن الأتابكي كان يريد الاستيلاء على الحنطة التي اشتراها القطان من الفلاحين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد بلغني أيضا أن زبيدة أم محي الدين ظلت تبكي حتى فقدت بصرها. إنا لله وإنا إليه راجعون. أتنوي الخروج؟ إن شاء الله، موعد مسبق مع السلطان. بالمناسبة إنني اعتزلت القضاء. ماذا؟ هل كنت تريد أن تزوج ابنتك للقاضي أم لابن حجر؟ بالطبع لابن حجر، ولكن سأعود إن شاء الله إلى المدرسة البيبرسية، فلا تقلق. هيا. أرأيت؟ التجار يتآمرون علي، يريدون قتلي. الناس تردد غير ذلك. كيف؟ يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الخبر لم يأتني من فاسق، وشمس الدين القطان اعترف بلسانه أمام رجالي، وسوف يأتي إلى هنا لكي يعترف أمامي. أرجو ألا يرغمه رجالك على هذا. دائما تصيبني بالغضب. من ذا الذي سيخلفك على القضاء؟ الشيخ البلقيني. البلقيني، فليكن فليكن. أيسمح لي مولاي السلطان بمقابلة القطان؟ لقد اعتزلت القضاء، فلماذا تريد أن تقابله؟ كان بينه وبين أبي رحمه الله ود، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. اذهب إليه كما تشاء، ولكن ليتك لا تأتي إلى هنا مرة أخرى، فقد أرهقتني. ينام الأغاء. مولاي السلطان المعظم، أين البرماوي؟ خادمك ينتظر الأمر يا مولاي. أضحكني يا برماوي، أضحكني. سأضحكك يا مولاي حتى تقع على الأرض من كثرة الضحك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك استرح استرح يا أخي. أرجوك يا أحمد لا تنعني هنا، أنت القاضي، أحكم بما أمرك به الله. إني مظلوم يا أحمد. على رسلك يا رجل، لقد طلبت من السلطان لقاءك فأذن لي، فاهدأ واحكي لي ما حدث. لماذا لا تضحك؟ رائع يا برموي، رائع. يريد مولاي نكتة أخرى؟ نعم. أتعرف ما الفرق بين السماء والأرض؟ إنها نكتة قديمة يا برموي، ولقد قلتها من قبل.
قل لي مولاي نكتة جديدة. ما هو الفرق؟ الواو. وقد مات مولاي. لا تخف، لا تخف يا عماه، فرحمة الله واسعة. ونعم بالله. لا، ألا ترى ما فعلوا بي؟ لقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من يدخل النار يوم القيامة الصواطون، الذين يكون معهم الأصوات يضربون بها الناس بين يدي الظلمة. وماذا أفعل الآن؟ إلجأ إلى الله تعالى يا أخي، يقول سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أخاف أن يكون هذا كله بسببك أنت. ماذا؟ بسببي أنا؟ لا، لقد ظلمتك يا أحمد في يوم من الأيام. كيف؟ أبوك أعطاني 1000 دينار وأوصاني بك وبأختك، ولكني أخذتها لنفسي. إذن أكلت مال اليتيم يا قطان. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الشيطان، الشيطان انتصر بداخلي. سامحك الله يا قطان، سامحك الله. إلى أين؟ انتظر أرجوك. لا تخف يا قطان، سأخبر القاضي البلقيني بما ذكرته لي، علّه ينجح في منع الظلم عنك. يا أهالي القاهرة، يا أهالي القاهرة العامرة، هذا أول مرسوم للسلطان برسباي، إلغاء المكوس والجبايات، ومن لديه مظلمة فليذهب للبلقيني أو للسلطان. يا أهالي القاهرة، يا أهالي القاهرة، يا أهالي القاهرة، يا أهالي القاهرة. من؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من؟ أنا ابن حجر يا أمه. ابن حجر، عرفت ما حدث؟ نعم، نعم يا أمه. أمه، هذه زوجتي أنس، جئت بها كي تكون خادمة لك. ولدي، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. صدق الله العظيم.